أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على تقديم الدعم لدولة الكونغو الديمقراطية في برامجها التنموية بما يتسق مع الطابع الخاص والتاريخي للعلاقات بين البلدين. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، حيث استعرض الجانبان أهم مجالات التعاون وأكد الرغبة المشتركة في توسيعها إلى آفاق أرحب في ضوء العلاقات الوثيقة بين الجانبين. أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تطرق إلى الأوضاع في القارة الأفريقية، حيث أكد الرئيسان مواصلة تعزيز العمل الأفريقي المشترك لتحقيق الاستقرار والسلم والأمن للقارة والعمل على تثبيت دعائم هذا الاستقرار وربطه بجهود التنمية بما يتسق مع تطلعات الشعوب الأفريقية.